يعني كتير من الناس يعني مثلا نقول الرئيس السادات عمل السلام وكده، ومش مقدر ان الحرب كان ليها تداعيات كبيره جدا على قدره الدوله المصريه، وانها يصعب انها تعيش كدوله في ظل التحدي ده حتى لو كان في دعم، لان الدعم المطلوب كان يبقى اكبر من مش الانفاق العسكري بس. انت عايز انفاق استثماري، عايز تعوض البنيه الاساسيه اللي توقفت من 67 ل 73 على الاقل، والبلد بتنمو، الناس بتزيد عادي. وبالتالي انا عايز اقوله ليكوا هنا في اللي قاله الدكتور معيد، ان ده حال الدوله اللي هو ايه؟ ارادنا ده وانفاقنا ده. طيب في جزء منه، طب نعمله ازاي؟ لابد ان احنا نزود مواردنا،